الطبعة 27 للصالون الجزائري الدولي للكتاب سيلا تعرف مشاركة 1007 عارضا يمثلون 40 دولة من بينهم 290 جزائري، حيث تنوعت دور النشر المشاركة باختلاف المضامين التي تقدمها للقراء وتنوع الإصدارات بلغات مختلفة، مما جعل الفرصة متاحة للقراء لاختيار مختلف مؤلفاتهم. من بين الكتب التي شاركنا من بها تعتبر ترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، لأن الأغلبية تاع الكتب التي طبعت يعني فيما يخص الذاكرة يعني طبعت باللغة الأجنبية، وطبعت أكيد فيه كتب كثيرة طبعت باللغة الوطنية باللغة العربية. المعرض لقى إعجاب الزوار بفضل تنوع دور النشر المشاركة باعتباره فرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات التي تغطي مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، ترضي أذواق القراء من مختلف الفئات. هذا العام يوجد تنوع كبير في دور النشر، أكثر من 40 دولة مشاركة، دور نشر من دول مختلفة، جنسيات مختلفة، وبالتالي راح نلتقي العديد من الكتب، العديد من الثقافات، راح نتعرفوا على العديد من ثقافات الدول، على العديد من الموضوعات التي تدرس في الكتب، وبالتالي يعني دور النشر المتاحة. بل دور النشر كانت متنوعة وكانت شاملة لجميع المجالات، أنا بالنسبة لي يعني كتب اللي كنت نحوس عليه نلقاه عادي جدا. هذه التظاهرة الثقافية السنوية تعتبر بمثابة جسر تواصل بين الكتاب والزوار، مما يعكس تنوع الآراء والثقافات بين القراء الجزائريين.